طيب العيد مشى انت ما عرست. طيب انا مبارك لي 5 سنة. 5 سنة بتقول لي بعرس؟ طيب ان انا صغار اسعرس يعني انا رافض؟ بس المزهر بقيت الاختيار صعب يا اخي. انا والله احترت عديد كده والله يا منير ما عارف ذاته انا اعمل شنو. كل ما اخش في موضوع او اقرب خلاص اكون الموضوع ماشي كويس طوالي بص يا اخي. انا بس البيت ده ما خلوا لي حته، ما خلوا لي حفله ما ودوني ليها. ودوني الحفله اختار واحدد الزول امشي معاه واتكلم معاه واقول له شنو كده العرس والعرس والخطوبه. تقول لي والله انا متقدم لي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يخليك. الاسم؟ هيثم عوض. شهادتك؟ انا كتبت عليك تقولها في فايد. خلاص تفضل. تفضل انت هيثم. خير. سوري قابل، سوري قابل الصباح. قول اسدي خلاص عيناك انت. كل يوم انا قابلك. بعده سلام. سلام عليكم. ثبتي 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 يا دقيقة. ثبتي يا وين؟ ثبتي وين؟ اسمعي الاسم منو؟ بتفضل. انت معانا في المعاينة؟ لا انا مو في المعاينة، انا داير عبد الله، عبد الله الغفير. لا تطعي اطعي اطعي اطعي. عبد الله الغفير البعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جيت للمعاينة. أي المعاينة هي. أوكي. الاسم؟ ريم. ها؟ ريم. 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 أنت ساكنة وين؟ ساكنة في أم درمان. أم درمان. أم درمان. طبعا يا ريم اكيد انه في شارعكم بيكون في عربات. ايوه طبعا صح. انت يا ريم خريجه وين؟ انا خريجه زراعه لكن عملت دبلوم في المحاسبه. صح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا ريم شجرتين بتعمل غابة. صح؟ صح. خلاص انتظري انا حاعلن النتيجة بعد شوية. المعاينة خلصت؟ هي خلصت بالنسبة لك انت. اوكي عن اذنك. عن اذنك. ايوه تفضل. الله يحفظك ويبارك لاميرة سيدي. يا خلاص دي ما خلاص زورة اللي انا حددها. تشتغل معي في الشركة. نعمل نكون مع بعض نقطع نعمل نطلب سلفية نعمل نعمل حاجاتنا كلها من الشركة هنا. يا الله البعض. السلام عليكم. وش التأسيس سلمتها قبل شوية؟ هي السلام تحية الإسلام السلام سنة. صح. هاي لكن صح لكن بس يعني أنت ما في معاينة. هاي وأنت جيت وقبل شوية قلت لك أنا أتصل بعد شوية. أنت قلت بعد وأنا قلت جيت.
صح. هاي انت قلت البعد. لا خلاص يا خلاص 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 ما تطول الموضوع ما تطول الموضوع. دي كانت في الجزائر. 4 مليون شهيد. طيب ممكن تحسب تورينا اساميهم المليون ديل؟ شنو؟ المليون شهيد اساميهم من وين؟ وهيجيب لك اسامي من وين؟ وانا اجيب لك وظيفه من وين؟ الناس لك لا ده انما خلاص بالله عليك قال جزائر ألف مبروك يا ريم. أهلا فيك يا أستاذ. أنت نجحتي. شكرا. مبروك. أنت عارفة شغلك أنت ولا شغلنا واحد. طبعا أكيد واحد. ألف مبروك والله. أنت منتظر شنو؟ ها؟ منتظر شنو؟ منتظرة هي؟ منتظرة كيف يعني؟ دي زوجتي. ريم زوجتك؟ طبعا. خلاص يا ريم. تجي يوم السبت يوم 17 ان شاء الله. لكن يوم السبت ما يوم 17. خلاص شوف لك اي 17 في السبت. منير